الإصرار. الجماهير الشبابية شيء أخجل، فلا بد من استجابة. يعني طلب سمو الأمير، طلب أيضا الجماهير الشبابية، أعتقد أني بعون الله أستمر، أستمر في رأس نادي الشباب إن شاء الله. عندي مشروع في نادي الشباب، مشروع إعادة الليث البطل، إعادة وهج نادي الشباب، إعادة فريق المتعة، فريق الهيبة، إعادة الفريق البطل، إعادة الشباب الوضع الحقيقي. هذا مشروع، أنا أسميه مشروع. مشروعي في نادي الشباب أرغب في إكماله لأجل عيون جماهير الشباب. حقيقة جماهير الشباب يستحقون من يروح إلى جماهير أبيك كثرة للهوى ما يوم.